السلام عليكم أخي عبد الله. ماشي. حياكم الله أخي عبد الله، أنتم على الهواء مباشرة، تفضل أخي عبد الله. أهلاً وسهلاً. السلام عليكم أخي عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام للشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أخي عبد الله، استبصرتم أخيراً بعد بحث، ابدأ معنا بقصة بحثك وكيف توصلتم إلى أن التشيع هو دين الحق، تفضل. والله هو كان مقدومية سيدنا الحسين أول شيء، وبعد كده أخويا الأكبر يعني دلنا على طريق الصواب، والهداية من عند الله بإذن الله. نعم، وكم استغرق هذا البحث أخي عبد الله؟ أنا البحث من قرابة 4 سنين، ولكني لم أتشيع أو أدرك الفكرة إلا من شهور. نعم ما شاء الله. هل عرفت البراءة، براءة من أعداء محمد وآل محمد، عن طريق البحث في الكتب أم عن طريق مشاهدة القناة أم عن طريق البحث في الإنترنت أم أخوك الذي أخبرك؟ أولا أخي، كنت لا أصدقه حتى سمعت الشيخ الحبيب وأدلني بالبراهين. نعم خود إن شاء الله على الحق. أخي عبد الله، ما اسم أخوك؟ حسين. ما شاء الله، جعله من خدمة الحسين عليه السلام. معكم سماحة الشيخ ليلقنكم الشهادة، تفضل سماحة الشيخ. بارك الله بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تشرفنا بك يا أخانا الكريم، ثبتك الله على الإيمان والهدى، وهنيئا لأخيك بك. الله يحفظكم إن شاء الله، بل لنا الشرف بذلك إن شاء الله. قل على بركة الله تعالى: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنه لا شبيه له ولا نظير، وأنه لا شبيه له ولا نظير، جل جلاله، جل جلاله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وسيد الخلق أجمعين، وسيد الخلق أجمعين، ومبرأ من كل عيب وشين، ومبرأ من كل عيب وشين، صلى الله عليه وآله، صلى الله عليه وآله. أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله، أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله، أشهد أن فاطمة الزهراء، أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين حجج الله، وأبناءها المعصومين حجج الله، صلوات الله عليهم. أبرأ إلى الله، أبرأ إلى الله، من أبي بكر وعمر وعثمان، من أبي بكر وعمر وعثمان، وعائشة وحفصة، وعائشة وحفصة، وسائر أعداء أهل بيت رسول الله، وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان، أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان، وعائشة وحفصة، وعائشة وحفصة، في النار، في النار. صلوا على محمد وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. هنيئا لك يا أخانا الكريم، وأقر الله عينك بالجنة مع محمد وآله الطاهرين عليهم الصلاة والسلام. الله يحفظكم ويحفظ أهل مصر جميعا إن شاء الله. حياكم الله، وختام سعيد.